دوري روشن السعودي. يا للأكيد أتحدث عن خوص هذا الموسم. هذا ياسين لقاء جدا في مباراة اليوم، حقيقة خرج من بطولة السوبر وخرج من بطولة كأس الملك، وبالتالي عليه أن يقاتل في البطولات التي ما زال مستمرا في انطلاقة. عادت الكرة باتجاه ياسين إبراهيمي اللاعب الجزائري هداف الفريق في الموسم الماضي، يحاول فيها ياسين إبراهيمي لمصلحة فريق الغرافة. الكرة بترجع والكرة بتتهيأ، يا ياسين يا ياسين، عدى عرض خوسيلو الدربكة. فريق يرتدون اللون الأصفر اليوم، يرتدون القميص الأصفر على رؤيته على فريق الأنا فرجاني ساسي بموسم أول يأتي بعد تجربة سابقة غيرها في 2009-2010. لكن الله على ياسين إبراهيمي، اقطع المعلومة، اقطع المعلومة، قصة هدف كبير. كرة بتتحول الآن، ياسين إبراهيمي يتقدم فيها، ياسين إبراهيمي يحاول فيها، وقف سيطر، الكرة ما زالت معاه، الله على العرضية، لكن نواف بوشل يقطع الطريق، كرة تعود بعد ذلك بعد تعثر المتصدر. ولكن وصول الاتحاد إلى صدارة بطولة الدوري السعودي بفوزه في مباراة المدربة ستيفانو بيولي. شوف كريستيانو رونالدو سقوط حكم المباراة، الحارس الإسباني سيرجيو أو سيرخيو ريكو أيضا القادم من صفقة انتقال حر من جانب باريس سان جيرمان. بينما هنا نشاهد هذا ياسين إبراهيمي، والكرة بترجع مرة أخرى. شوف التمريرة من ياسين، جزائري إلى تونسي في بيدرو، وهذه اللقطة شوف المحاولة، شوف جيدة يريد تعديلها، الله على الكرة. سيماكان حارس أول، سيماكان يغيرك أحيانا، لكن انظر إلى ياسين، سيماكان حارس في المرة الأولى. سيماكان الزحمة الكثرة، تعود الكرة، ينجح الافتكار من الخيبري، لكن يا ساتر إلى ساديو ماني، هنا السقوط سيقف، انظر إنه يصل. لا تنسى هناك في الأبطال هناك مكان يؤهله إلى الأدوار القادمة. الكرة بترجع مرة أخرى إلى ياسين إبراهيمي للفريق الأصفر. يا سلام يا ياسين، ممتع يا إبراهيمي، لكنها لا تصل إلى خصم. وعليه أن ينجح فيما لم ينجح من خلاله كاسترو في العام الماضي بعد تعثر في المسابقات المحلية والبطولة الآسيوية في العام الماضي. الكرة بتصل، ياسين إبراهيمي، ياسين إبراهيمي. حتى 30 دقيقة مشاهدينا متابعينا في شوط المباراة الأول، لين سلطان، الله الله، شوف العرضية، كريستيانو يا رب، مستحيلة، كل شيء قام به النصر في هذه الكرة من نقلات الراسية، الكرة تسقط، نواف بوشل يحاول، صارت مرتدة، صارت مرتدة، الكرة بتصل من جديد، شوف المحاولة، الله. مرة أخرى يحتاجون لساديو بكامل قدرات أيضا، تفجير كل طاقاته. الكرة من أنجلو، لعيب أنجلو، الله على المرور، على التمريرة، على الكرة العرضية، على الرأسية، يا رب، حيث يجب أن يطير، سيطير، إنه يفرد جناحيه في كل ملعب، في كل مرمى. كريستيانو رونالدو يصل إلى 40. رونالدو، الكرة بترجع، الكرة تصل في مكان، المحاولة تأتي في مكان عن طريق ياسين، عن طريق ياسين، يا للكرة الرأسية التي من خوسيلو، تعود الكرة من جديد، أحلوت 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 يا ياسين، أحلوت أحلوت يا إبراهيمي، يرسل لك كرة، الكرة العرضية تأتي، لكن مقطوع، لكن الغرافة يريد أن يستعيد الطريق. خيبري هنا 1-0، والكرة بتتحرك الغرافة عن طريق اللاعب الواطي فريق الغرافة. هل من ردة فعل؟ هل ينجح؟ تمريرة من جانبي ياسين إبراهيمي، أنجلو سلطان الغنام عندما يحظى حقيقة. الشوط الثاني كل ذلك ينتهي، لكن انظر إلى أنجلو، متعني أنجلو، أنجلو عدى، أنجلو تقدم، أوتافيو، الله 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 الله، ولو كنت صغيرا يمكن للبدايات أن تكون كبيرة كما أنت تفعل الآن، كما تقوم الآن. يا للنصر، يا للتيكي تاكا، يا أوتافيو، من الدحيل إلى الغرافة، سلو يريد أن يبعدها، شوف أنجلو ترك الهجوم، راح للدفاع، عادت بعد ذلك إلى خيبري، ولكن لا كذا كثير، لا كذا كثير، كذا كثير، لا كذا كثير، كذا كثير، التصويبة يا رب،
تستطيع أن تفعل شيئاً يمنع هبوب الرياح. كل ما عليك فعله الاستثناء، لكن في الكسرة عندما تهب عاصفة بالنسبة لفريق الغرافة. وهذا ياسين إبراهيمي، كرة بترجع في اللقطة الماضية بعض التغييرات اللي شاهدناها. هذا ياسين إبراهيمي خسل، أنجلو لسه موجود، أنجلو لسه موجود. الكرة من ياسين إبراهيم، ياسين إبراهيم عدى، ياسين يحتاجون إلى أكثر من ياسين إبراهيمي، لكن شوف أنجلو، شوف ياسين إبراهيمي، هل يريدونك أن تفعل كل شيء؟ أنا سأقف إلى جانبك. الآن ياسين إبراهيمي من أجل ذلك بكرة باتجاه المرمى إلى خارج الملعب، عندما يتسلل اليأس تماما بعد أن كان أول السباقين للمشاركة والوصول فيها. هذا النصر يبحث عن تهيا ولكن صارت مقطوعة، صارت مقطوعة. انظر بعد ذلك إلى الغناء، والكرة من أوتافيو إلى كريستيانو، كريستيانو يريد أن يصنع، كريستيانو يبدع. يا عيني يا كريستيانو، يا بعد أن سجل هدفين، بعد أن قدم ليلى، بعد أن صنع مساءهم هنا في ملعب البيت، أضاف هذا الملعب إلى ملاعب أخرى سجل فيها. معلومة أيضا، عمره كان 16 سنة لكن خوسيلو، الله الله، خوسيلو يريد أن يفوز وإن خسر الغرافة، يريد أن يفوز ولو بها. شوف دور 16، شايف الآن داني سيشارك في مكان ياسين إبراهيمي. ياسين إبراهيمي الشوط الأول كان تمام.